قصة عمر فائق منقذ الراحل الملك الحسن الثاني من محاولة انقلاب أفقير. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. الأربعاء 16 غشت، عقارب الساعة تجاوزت 5 مساء بالغابة المحادية لمطار الرباط سلا. بعدها بهنيها صوت عال للمدافع الرشاشة يخترق صفوف الأشجار. السائق قلق جدا وكان يهم بمغادرة عربته البنية اللون. 40 يقترب منه متعب مكدر الوجه، سرعان ما استجلى ملامحه فصاح قائلا: الله يبارك في عمر سيدي. إنه الحسن الثاني الذي فر هاربا من المطار الذي قصفته الطائرات الحربية. لم يكن عمر فائق يعلم أن خروجه ذلك اليوم الحار سيكون مخالفا لكل خرجاته السابقة، إذ أنقذ الحسن الثاني إبان انقلاب البوينغ الملكي عام 72، حينما انسل الملك الراحل من المطار الذي قنبله رفاق أفقير وهرع إلى الغابة المجاورة متطلعا بتساؤل وحيرة نحو الطريق الفرعية، وهو يواجه المجهول الأسود آملا أن يعثر على مفشل التمرد العسكري في اليابسة بعدما حالفه الحظ في الأجواء المغربية. منقذ الحسن الثاني في الانقلاب العسكري هو فلاح بسيط قدم من عمق جبال الأطلس، تحديدا من وسطها، ليصبح محور الوسط الذي تدور حوله المحاولة الانقلابية. لكن أسراره ظلت خلف الستار، وبقيت أحاديثه مع الملك الراحل طي الكتمان، فيما لا يزال قراء الرواية التاريخية يتساءلون: أين هو مالك السيارة الذي أنقذ الحسن الثاني من انقلاب 16 غشت الموؤود؟ ظل التمانيني يقطن بمدينة آزيلال طيلة العقود التي تلت العملية الانقلابية، بعدما اختار العزلة الاختيارية في قرية معزولة تقع بين تنايا جبال الأطلس المتوسط، مفضلا الرجوع إلى بلدته الأم عندما ألم به مرض تنفسي شديد الوطأة، حيث أعاد ترميم منزل أبويه المتهالك وتكتم على القصة الفريدة التي بقيت مخفية عن أقاربه. وقد علق صاحب 83 سنة على ذلك قائلا: اعتبرت الأمر موضوعا ملكيا لا ينبغي إخراجه إلى العلن. رأى عمر فائق النور بمنطقة أيت عتاب المدفونة وسط أعالي سلاسل جبال الأطلس التي تبدو من بعيد على شكل جدار ممتد من الشرق والغرب بهاماتها المجللة بالبياض، وما إن فتح عينيه على الحياة حتى انغمس في العمل الفلاحي مع باقي إخوته. لكن مع بداية الأشغال في سد أيت وعرضه الذي توافد عليه العمال، قرر امتهان التجارة، وهو اليافع الذي كابد شظف الحياة القروية القاسية. تواصلت أعمال تشييد السد إلى غاية سنة 53 قبل أن يدشنه القائد أغلاو، مما أفقده مورد رزقه، غير أنه عقد العزم على شد الرحال إلى بني ملال حتى لا يعود إلى ماضيها المرير. فاستقر رأيه على شراء مطحنة قمح تقليدية، واتفق مع يهودي مغربي على سومة كراء المحل. أشهر قليلة كانت كافية لازدهار تجارته التي تنامى نشاطها سنوات، لكنها توقفت قصرا في حدود عام 63 بعدما أجبره باشا المدينة على إفراغ المحل الذي باعه اليهودي استعدادا لموسم الهجرة إلى إسرائيل. رفعت يدي إلى السماء ودعوت الله ليخرجني من هذه الأرض التعيسة، بعدما تخبطت في مهاوي اليأس القاتل وأضعفت المعاناة إرادتي، يقول فائق الذي غاص بعدها في مستودع ذكرياته لحظات قليلة قبل أن يضيف بلغة ملؤها الاستياء: جمعت حقيبتي السوداء البالية واقتنيت تذكرة إلى مدينة واتزم، ومنها توجهت إلى العاصمة الرباط أملا في تغيير واقعي البئيس والكئيب أيضا. غادر فائق بني ملال المتقلة بماض أنهك أعصابه، مدركا أن ما سيأتي هو الأصعب، ومع وصوله إلى رباط الأنوار كبرت مطامحه وتناسلت أحلامه.
وكانت الخطوة الأولى في رحلة البحث عن موطئ قدم له في العاصمة هي إيجاد ابن بلدته الذي كان يعمل بائعا للخضر في سوق تويرغا بجوار القصر الملكي. فاقترح عليه اكتراء محل فارغ منذ أشهر، ثم توجه إلى عمالة تويرغا للحصول على الترخيص القانوني. ويحكي التمانيني الذي يرتدي جلبابا أبيض ويضع طربوشا أبيض اللون ولكنه يميل إلى الإصفرار عن تفاصيل ذلك اليوم قائلا: استقبلني الخليفة عبد الخالق في العمالة وطلبت منه اقتراء الدكان رقم 31، فمنحني ورقة صغيرة وأمرني بالذهاب إلى شارع علال بن عبد الله من أجل الحصول على الترخيص النهائي من لدن الشركة الفرنسية المشرفة على تدبير الحوانيت، فسلمتهم سومة الكراء التي ناهزت 20 درهما آنذاك. بعد ذلك بأيام نال فائق مفتاح المحل، فتوجه مباشرة إلى باب الحد قصد اقتناء ما يلزمه من منتجات، ويتعلق الأمر ببذور عباد الشمس وعرق السوس والحمص وبذور اليقطين والفول السوداني وحلويات الأطفال. وقد لقي ذلك رواجا كبيرا بين صفوف مخازنية القصر الملكي الذين بدأوا يتوافدون عليه يوميا. ثم زاد الإقبال بعدما أضاف اللوازم المدرسية والحقائب الجلدية إلى نشاطه التجاري. يقول عمر: بين الفينة والأخرى كان يأتي القيد الصديق الذي كان يحمل المظلة السلطانية فوق رأس الملك إلى المتجر قصد تذوق شاي الظلال. وأضاف: ذات يوم حل الملك الحسن الثاني بعمالة تويرغا فطلب مني القايد إعداد الشاي للضيوف، وقد شرب الحسن الثاني كأس الشاي وتساءل مبتسما عن معده، فأجابه حامل المظلة: هذا أتى يعتابي يا سيدي. كان النهار قد طلع بحرارة مبكرة يوم الانقلاب. خرج فائق من منزله بدوار الحاجة وهو يقود سيارة بنية فاتحة من طراز سيمكا قاصدا باب شالة وسط الرباط، حيث أوصل زوجته إلى بيت قريبتها، ثم أكمل المسير إلى الغابة المجاورة لمطار الرباط سلا بمعية ابنته التي لم يكن عمرها يتعدى السنتين. ظل هناك ساعات حتى اقتربت الشمس من مغادرة كبد السماء. قبل أن يسمع ضجيجا متواصلا فرفع بصره إلى الأعلى وأبصر طائرة بوينغ يتصاعد دخان أسود كثيف من أجنحتها. توقف صاحب السيارة عن تناول مشروبه الغازي مذعورا، ولكن سرعان ما خيم هدوء مشوب بالاستغراب على المكان. فعاد التمانيني إلى المركبة معتقدا أن الأمر يتعلق بعطب تقني، وبعد وقت يسير لمح شخصا يركض مندفعا نحوه. بقي فائق مذهولا داخل سيارته بعدما اقترب منه الحسن الثاني الذي لم يتبين ملامحه بعد، حيث كان شاحب الوجه وطلب منه الترجل من السيارة. وفي تلك الأثناء اخترق صوت عال للمدافع الرشاشة جذور الأشجار، فارتعش الحسن الثاني الذي اقترب أكثر من باب السيارة الأمامي. لقد أدرك فائق هويته بعد ثوان معدودة، فنظر إليه بدهشة ونبس قائلا: الله يبارك في عمر سيدي، قبل أن يصيح العاهل في وجهه: أرى السوار تحيد من هنا. ثم أسرع بركوب السيارة وقادها بسرعة جنونية واختفى وسط الغبار الذي خلفته. بعد فرار العاهل من قلب الغابة، حمل فائق ابنته على كتفيه وسار قرابة ساعة ونصف حتى وصل إلى قنطرة مولاي الحسن، فإذا به يلمح الجنرال أفقير حاملا جهازا لاسلكيا. وحينما اقترب من القنطرة سمعه يسب الجنود: أشدرت والكلاب رهوة في الصخيرات. تسمر في مكانه لحظة قبل أن يستدير ويعود أدراجه باحثا عن طريق فرعية للوصول إلى منزله.
لما خفت أثقال الإنقلاب وخلص منه الحسن الثاني بمشقة، بعث العيون الثاقبة لإحضار بطل 16 غوش إلى الصخيرات. لم تمضي سوى ساعات حتى وجد فائق نفسه في حجرة فسيحة بالقصر، ولم تكد تمر دقائق حتى دخل الملك الحجرة فرفع عينيه متمتما وانحنى على يده مسلما، فدعاه الملك إلى الجلوس وهو يسأله باسما: أش خاصك؟ فأجاب: باغي الرضا ديالك نعم سيدي. أشعل الحسن الثاني سيجارة وأخذ نفسا عميقا فسأله عن عمله، وحينما أدرك أنه يشتغل في سوق تويرغا طلب منه أن يلتقي في السوق يوم السبت الموالي في الساعة 11 ليلا، وسلمه مفاتيح السيارة، ثم نادى على حارسه الشخصي ليرافقه إلى مكان ركنها. بعد ذلك غادر فائق القصر الملكي باتجاه دوار الحاجة للإطمئنان على زوجته التي كانت خائفة بسبب غيابه. حل يوم السبت المنشود وظل فائق في متجره إلى غاية الساعة 11، فإذا بالملك يقف أمامه حاملا معه بعض الأموال التي سلمها له، ثم طلب منه الالتقاء به في التوقيت عينه يوم السبت الموالي أيضا. مرت الأيام ثقيلة عليه حتى جاء اليوم الموعود ورأى الحسن الثاني مرة ثانية، فسلمه تصريح مرور يتيح له لوج القصر الملكي وقت ما شاء، ولكنها ستكون المرة الأخيرة التي يراه فيها. بعد ذلك بأشهر باع فائق سيارة سيمكا التي أنقذت الملك بمبلغ مالي يقارب 5000 درهم. حين عاد فائق إلى بيته القصديري بدوار الحاجة وكان مفعما بالأمل الممزوج باليأس للقاء زوجته المتوجسة من الآذان المرهفة التي ظلت تراقب تحركاتها، لم يعثر لها على أثر، فغادر المنزل في خطوات مسرعة باتجاه جاره، فأدرك أنها تمكث في المشفى بعدما تسببت لها نوبة الهلع في سقوط الجنين. لم تلبث فرحة فائق بالاستقبال الملكي في الصخيرات أن تحولت إلى كربة، تدهورت صحة زوجته ورحلت دون رجعة بعد أشهر. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم بخير وإلى اللقاء.